كل الأخبار الجديدة. يدخل معنا مباشرة السيد العميد توفيق ديدي. صباح الخير وأهلا وسهلا بك. صباح الخير عفيف، نهارك طيب كل المستمعين. يعيشك سيد العميد. الخبر المتداول هو اغتيال سيد حسن نصر الله. ما هي أبرز تداعيات هذا الخبر قبل أن يؤكد أو يتم نفيه؟ التداعيات متاع الخبر في حد ذاته. لا، أنا أفضل أن نرجع قبل، خاطر أنا مدة تقريب 3 أسابيع توقعت هجوم كاسح إسرائيلي على جنوب لبنان، لأنه هذا يفسره شيء واحد، هو أنه يعني المعاهد الاستراتيجية الأمريكية والإسرائيلية الصهيونية تفطنت إلى أن هناك فخ وقعت فيه إسرائيل لابد من الخروج منه، لأنها كانت ذاهبة إلى الزوال. كما قلنا إسرائيل ركزت عقيدتها على الردع وعلى الحرب الخاصة، ولكنها تفطنت أن اللعبة التي دخلت فيها كانت ستؤدي بها إلى الزوال، لأنه إسرائيل لا تتحمل الاستنزاف. يعني على مدى سنة كاملة الجيش أنهك، الشمال فلسطين محتلة مهجر، يعني صورة الكيان الصهيوني تدمرت في العالم، فكان لابد إلى الرجوع إلى المربع الأول، إلى يعني الثوابت الصهيونية، وهي الحرب الخاطفة وردع، وهو ما حدث في جنوب لبنان. يعني زد على ذلك الأخطاء الفادحة اللي معناها شفناها الناس الكل، يعني أخطاء بدائية فيما يخص الاستعلامات، الاختراقات يعني اللي صارت، أي اختراقات واضح أنه على عكس غزة التي قبل أن تبدأ العمليات 7 أكتوبر قامت القيادة الفلسطينية المقاومة الفلسطينية يعني القضاء على كل العمالة تقريبا بنسبة 100% في غزة، بحيث أنه سنة كاملة والجيش الصهيوني والاستعلامات الصهيونية عمياء لا ترى شيء، على عكس ما يحدث في جنوب لبنان. أخطاء في الحقيقة بدائية، أنا والغريب أني حذرت منذ 4 أشهر من استعمال جميع وسائل الاتصال والإرسال والاستيلاء، 4 أشهر وأنا تقريبا في كل حس، وتم ما تم، ورأيتم كيف استعملوا معناها يعني البيبر والتركي والكي لضرب معناها جزء كبير من قيادات المقاومة اللبنانية. نعم. واستغربت أنا، لأنه لما أي عسكري يقوم بصفقة فإنه يأخذ عشوائيا عينات ويفحص، يفحصها بدقة متناهية، هذا لم يتم. يعني كأن الأمور من داخل. الآن مهما كانت النتيجة لابد أن نرجع للثوابت. كل مرة إسرائيل تظن أنها قضت على فكرة يصير العكس. نتذكر كلنا بعد ما تم اغتيال أول قائد للمقاومة اللبنانية نفس الخطاب اللي كنت أقرأ فيه أنت، أنه سيتم القضاء على المقاومة اللبنانية ومعناها انتهى الأمر، نفس الخطاب تقريبا حرف بحرف. الآن مهما كانت النتيجة يمكنك القضاء على مقدرات عسكرية، لكن لا يمكن القضاء على فكرة. هذا المشكل طبعا اللي الصهاينة لم يفهموه إلى حد الآن. كل مرة يقومون بهذا الفعل يصير العملية أقوى وأشرف. يعني تصور انت توا غزة ماذا سيحدث؟ المقاومة القادمة ستكون أشرس من السنوار وأشرس مثل الأطفال اللي شفتوا صورهم في العودة المدرسية تحت الخيام، هذوكم باش يكونوا أشرس على الصهاينة من كل ما مضى. نفس الشيء في جنوب لبنان، لأن العملية أصبحت عمليات الآن انتقام، وانتقام رهيب. ويظن الإسرائيلي الآن الصهاينة ومعنى سرديتهم أنهم يقدرون الحصول على الأمن والأمان بالقوة، وهذا لم نراه في التاريخ. الآن مهما كانت النتيجة، استشهد السيد حسن نصر الله أول ما استشهد، أنا متأكد أن الأمور ستتواصل وربما بطريقة أشرس، لأن الأمور مش تصبح معناها كسر عظام. والصهاينة كما قلت لك، نتنياهو الذي فقط فكر في مستقبله، ما فكر في روحه، فكر في مستقبله السياسي، نعم نفسه. يعني بالضبط هذا هو الإشكال. الآن دائما قراءة خاطئة والغطرسة، ويعني هل الشق المتطرف الصهيوني الذي كما علمنا التاريخ هو ربوش العرب، الشق المتطرف هو الذي سيحمل إسرائيل للزوال، لأنه شوف أنت في التاريخ لما بدأ هتلر الظن الكل كان يظن أنه سيعم العالم وسيحتل العالم، ماذا كانت النهاية؟ كل متغطرس، كل حكومة متطرف، علاش توا في الغرب خايفين من اليمين المتطرف؟
لأنه العقلاء والفلاسفة والخبراء الاستراتيجيين يعرفون أن كل مكون سياسي يتمكن منه اليمين المتطرف فإنه يزول. نعم. علاش هو في فرنسا خايفين وفي بريطانيا بالضبط. خايفين وفي ألمانيا خايفين ولا يستمر شيء. يعني سيد العميد يمكن بالضبط. جولة ولكن سرعان ما يختفي بالضبط. سيد العميد في صورة ما تأكد خبر اغتيال السيد حسن نصر الله، شنو تأثير هذا على محور المقاومة في لبنان واليمن والعراق، خاصة وأنه حل مكان الجنرال قاسم السليماني، شنو باش يكون التأثير والبديل لربما؟ أنا أرى خسارة واحدة، هو أنه هو الرجل الذي يعرف أكثر الصهاينة، هذا هو الجانب الوحيد الذي لا يمكن تعويضه، البقية سهل جدا تعويضه. راو بالنسبة للمقاومة اللبنانية تتصرف كجيش منظم، يعني بغض الطرف على أخطاء كنا الاستخباراتية والعمالة، لكن على الميدان لما نشوف كيف يتسللون وكيف يستعملون الكورنيت وكيف تمكنوا من اختراق أقوى منظومة يعني دفاع جوي في العالم اللي هي فيها خمسة طبقات، رو الدفاع الجوي الصهيوني هو أقوى منظومة موجودة على وجه الأرض وتمكن يعني. وكما قلت لك أنا متأكد أن الأمور ستتوسط، لما حالة هناك ضربة يتم نوعا ما من فقدان التوازن لبعض الوقت، ولكن تذكري كلامي سيدتي الكريمة، رأي ستكون الأمور أشرس وأقوى. يظنون أنهم كما 2006 أو 2006 نفس الشيء، نفس الكلام، نفس السيناريو، ما تفطنوا إلا ما دخل جولاني وصارت محرقة المركبة وخرجت إسرائيل التي كانت المهمة ساعتها معناها بحر المقاومة اللبنانية إلى ما وراء نهر الليطاني، فخرجوا منهزمين وكانت صدمة لم يتجرحها إلى حد الآن الصهاينة. إذن لكن هاو نقول لك الخطروين الخطر الحقيقي، هاو نقول لك ربما ستفاجئين، الخطر الحقيقي ليس من الصهاينة لكن من موقف دول الطوق العربية. هذا هو الذي شجع الصهاينة والأمريكان على المضي قدما فيما يفعلونه. رأوا اليوم نحضر قاعدين نشوفوا في إبادة شعب رأوا لم يشهد لهذا التاريخ مثيلا. بالضبط. والغريب في الأمر أنا الحقيقة لا أفهم، هل ترى هو في صار نظر، هل يظنون أن الصهاينة سيتوقفون لا قدر الله أنهم تمكنوا من إبادة الشعب الفلسطيني سيتوقفون في هذا على هذا الخط؟ أنا أدعوهم إلى قراءة التلمود المحرف وماذا يقول. راه التلمود يقول اقتلوا نساءهم وأطفالهم، راه هذا المشكل. يقول يعني يتكلم عن الأرض الموعودة بلبنان بكلها، الأردن بكلها، نعم، سيناء بكلها، نصف السعودية إلى مكة والمدينة، جزء من سوريا من العراق، نعم، والخريطة موجودة على كل أكتاف الضباط صهاينة. أنا في الحقيقة لا أفهم، هل ليس لنا استراتيجيين لا يفهمون لا يقرؤون؟ يظنون أنه يمكن السلم مع الصهاينة، وهذا من رفع المستحيلات، لأن سرديتهم وكتاباتهم تقول العكس. وذكركم بالخريطة التي تنيها في الأمم المتحدة، هذه أتت من عندهم مش عندي أنا. إذن لابد أن نستفيق قبل فوات الأوان. نعم. لابد على الأقل من موقف حازم، لأنه اليوم الأمور الخطر يأتي من هذا الجانب مش من ذاك. لأنه يعني وراه بسهولة تقدر الدول العربية تضرب على الطاولة ويتوقف كل شيء. نعم. لكن العمل تشجيع تشوف كيفاش الأمور شيء، معناها كأنه لا شيء يحدث على الميدان. نعم. سيد العميد، تم ضرب أكثر من 80 طن من القنابل لاغتيال حسن نصر الله. الجيش الاحتلال ما حبش يعلن عن مصدر هذه القنابل، عندك فكرة؟ بطبيعة الحال هي قنابل MK-84 الأمريكية، واللي صار فيها جدال تذكر وقت بايدن وقت صار معنا قتل الأبرياء والرمي بها على خيام النازحين. بايدن قررت إيقاف وقتيا تسليم هذا النوع من الذخائر للصهاينة. اليوم اتضح أنهم سلموهم عدد كبير جدا من هذه القنابل، وهي قنابل مدمرة جدا، هي 2000 رطل يعني طن من المتفجرات، وهي قنابل ممكن أن تخرق الخرسانة مثلا تضرب على عمارة لا تنفجر عند اللمس، هي القنابل الأخرى كل تنفجر عند مس أي جسم. هذه تخرق الخرسانة كما يقولوا ضربت عمارة 5 طوابق، تمر تنزل وتنفجر في الطابق السفلي بحيث تنسف العمارة وتسوي بها الأرض، ولها ثلاثة أنواع من التأثيرات. التأثير الأول وهو الصدمة اللي هي ممكن يعني
البشرة تردوا أشلاء. التأثير الثاني وهو الشظايا، يعني الشظايا تخرج منها هي كجسم، ثم شظايا الخرسانة التي تنبعث بعد الانفجار، والثالثة هو التأثير الحارق، يعني لما تضرب في عمارة لا تترك أمل لحتى حد، تنسف كل شيء، اللي هي مش مجهولة للسكان، هذه مجهولة للدك خرسانات عسكرية اللي يسموهم لكازمات، يعني شوف كيفاش معناها وصلت الدناءة اليوم بالعسكريين بتاع القرن 21، يعني يرموا بها على مدنيين، وهذا ممنوع منعا ذاتا بالقانون الدولي والقانون الحرب. هو من مما حدث ويحدث في غزة تجاوزنا كل أخلاقيات الحروب، معناها تجاوزوا كل شيء. باش نختم معك سيد العميد بسؤال، هل ما يحدث اليوم وإمكانية اغتيال حسن نصر الله ممكن هذا يكون فرصة للاحتلال للتوسع والدخول لتغيير التركيبة السياسية في لبنان، خاصة وأنه نعرفه وأنه فما زيادة، فما انشقاق في الداخل اللبناني اليوم، فما بعض الناس اللي خليني نقولها شامتة في ما يحدث أو في إمكانية وأنه تم اغتيال حسن نصر الله، فما جانب من اللبنانيين اللي يحملون حسن نصر الله وحزب الله ما يحدث في لبنان من انهيار اقتصادي واجتماعي وتفكك، يعني هل فما إمكانية اليوم أنه هذية باش يكون دخول الاحتلال لتغيير التركيبة السياسية في لبنان مثلا؟ لا لا لا، الوقت الحالي الهدف الصهاينة هو الداخل، يعني داخل فلسطين المحتلة. ليش؟ لأنه مشكلته هو مشكلة نتنياهو أنه عنده الربع الشمالي من فلسطين المحتلة مهاجر، رو عنده اليوم سمع نتكلم على تقريبا 100,000 معناها مواطن كانوا يسكنوا في المنطقة الغنية هذه في شمال فلسطين المحتلة، نتكلم رو على مناطق صناعية ومناطق زراعية، والسكان هذوما مهاجرون، وضغط كبير عليه اليوم في الداخل الصهيوني، يعني قلت لك التفكك ليه جاي؟ لأنه جاي الكل أصبح يفكر في الهجرة، وهو الآن في معناها بالحق حرب ضد الزمن لإرجاع هؤلاء. الحل عنده هو شنو؟ هو دحر حزب الله والمقاومة اللبنانية إلى ما وراء خط الإيطالي حتى يتمكن من إرجاع الساعة في مرحلة أولى هؤلاء إلى أماكنهم الطبيعية، وهي أماكن زراعية وأماكن صناعية مزدهرة جدا. نذكر له اليوم عنده مليونين من السكان يعيشوا في المخابة، هذا كله لا يقول لك هذه كانت هي رأي الطريق لزوال إسرائيل. نعم. لكن علاش اليوم وضع كل ثقل كل ما عنده وكل ثقل للغرب لإيقاف النزيف وإيقاف الاستنزاف، الكلمة الخطيرة التي الآن كانت تؤدي بالكيان للزوال هي كلمة الاستنزاف، تفطنوا أخيرا، والآن أنا يتوقع بشي يعمل أكثر من هكذا، لأنه كما قلت لك العملية بالنسبة للصهاينة هي قضية حياة أو موت. يعني يفعلون كل شيء، مش خطوط حمراء. أنا أفكر حتى في العشنة لأن أبوح بما يمكن فعله حتى لا شو أقصى ما يمكن أن يقوموا به؟ أكثر من هكا، أكثر بكثير، لأني قلت لك العملية مش متعلقة بالوقت الحالي بلبنان والتركيبة. المشكلة في شعبه هو الشعب الصهيوني الذي ذاق ضرعا بما يحدث، الذي لا يتحمل. راو ناس كانوا يعيشوا في الامن، الحرب كانت خارج فلسطين المحتله لاول مره، راو يتضرب بالداخل، يعني من بعد صدام حسين وسته صواريخ هذيك سكوت، لم يتم الهجوم على الكيان، كان الناس تعيش في الفنادق والمسابح وفي محبوحه من العيش وشركات معناها في شرايطين حتى في الكلاس يعني مزدهره جدا. اليوم كل هذا ضاع، هذا ضاع، وجيش منهك، ما تنساش جيش احتياطي، راهو جيش الاربع ثلاثة ارباع نتاعو جيش احتياطي، يعني كان اللي كان يستغل واصبح يقاتل والشغل متوقف، يعني ريت عملية الاستنزاف هذه لا يمكن تتواصل. هذاك علاش رد الفعل للصهاينة باش يكون عنيف وعنيف جدا اكثر من هكا، لانه كما قلت لك حياة، قضية حياة او موت. كان بغض الطرف على مساحة في لبنان، هذيك مرحلة ثانية، راهو احتلال لبنان والاردن وسيناء سياتي، راهو اذا كان باش نسكتوا وخليه يمريك مداو سيأتي هذا اليوم بدون حتى شك. شكرا ليك، يعطيك صحة سيد العميد توفيق ديدي على كل هذه التوضيحات. مواصلين في